أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والآن مع رقية العين والحسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم وتركه بظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء به ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. وإذا فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنا عشر عينا قد علم كل ناس مشربهم كونوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمة من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكا من يشاء، والله واسع عليم. لولا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعلي ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 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 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه من كل عين لامة وشيطان وامة. قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصر من يشاء إن بذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضل إن الله على كل شيء قدير عليما. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فضل من الله لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما.
ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قال ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كل عين لامة وشيطان وهامة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكرين لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير نعوذ بالله من كل عين لامة وشيطان وهامة نعوذ بالله من الخبث والخبائث نعوذ بالله من الخبث والخبائث نعوذ بالله من الخبث والخبائث ونقلم أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم يعمهون وقالوا ما في بطون هذه الأنام خالصا لذكورنا ومحرما لأزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ونزعنا ما في صدورهم من غل 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 تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترابوهم وجاءوا بسحر عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يضر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله فلا راد لفضله وإن يريدك بخير فلا راد لفضله فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ألا إنهم يثنون صدورا يستخف منه ألا حين يستخشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الله أكبر على من تغوت جبر بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإنه هو زائق ولكم الويل مما تصفون قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قال رب احكم بالحق
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين وتقلبك بالساجدين وتقلبك بالساجدين. نعوذ بالله من كل عين لامة وشيطان وهم. نعوذ بالله من كل حاسد على كل نعمة. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فنظر نظرة في النجوم وتولى لهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فعتوا على أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وفجرنا الأرض عيونا 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 فالتقى الماء على أمر قد قدر فالتقى الماء على أمر قد قدر. في عينان تجريان. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 من الجن والإنس ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأرضين ودرج. لا إله إلا الله بيده مفاتح الفرج. والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستعين. بسم الله. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما
أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا يطاق لا يطاق لا يطاق، ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض، أعوذ بالله العلي العظيم مما استعان منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى، أعوذ بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولامس، ومن شر خادم السحر والعين والحسد والحارس، أعوذ بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم، أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل بلاء يؤذيك، من كل شر وشقاء يشقيك، من كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد، ومن كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد، بسم الله أرقيك من شر النفاثات في العقد، من شر حاقد إذا حقد، من شر حاسد إذا حسد، من شر ساحر إذا سحر، من شر ناظر إذا نظر، من شر ماكر إذا مكر، بسم الله أرقيك من وسواس الصدور وشتات الأمور، من الأمراض والأوهام، من نزغات الشياطين ومن الأسقام، من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام، اللهم أبطل العين المعجبة، اللهم أبطل العين المعجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين المعجبة نظرت وما بكرت، حاسدة تتمنى زوال النعم، أصابت في مجمع الرجال والنساء، أصابت في وليمة عرس ومناسبة، أصابت في بيت أو قصر أو مدرسة أو كلية أو جامعة، أصابت جسدا فأمرضته، أصابت عضوا فأبطلته، أصابت جمالا فشوهته، أصابت شعرا فأسقطته، أصابت أعينا فأمرضتها، أصابت رحما فعقمته، اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان، على الاستقامة والالتزام، على الصلاة والصيام، على التصدق والإحسان، على العافية في الأبدان، على الصحة في الأجسام، على حسن الحديث وطلاقة اللسان، على دمادة الخلق وطيب المعشر والعشرة، على جمال الخلق والخلق، على حسن الذوق وجمال الملبس، اللهم ابطل حسدا على المهارة في العمل، على النجاح في العلم والتعليم، على التفوق والنبوغ والذكاء، على حسن الحظ وجمال الصوت، على التفوق على الأقران والزملاء، اللهم ابطل حسدا على حسن العشرة بين الأزواج، اللهم ابطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم ابطل عين الأصحاب والزملاء، وعلى المحبة بين الأزواج، وعلى المحبة بين الأمهات والبنات وبين الأبناء، وعلى السعادة في البيوت، وعلى السعادة في البيوت، اللهم أبرد حرها، اللهم أبرد حرها، اللهم أبرد حرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أزل آذاها وضررها، اللهم أزل آذاها وضررها، اللهم أزل آذاها وضررها وشرها 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 وشرها، اللهم اجعل هذا الرقية في ميزان حسناتي يا الله يا الله يا الله.